بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية تحدي القراءة درس آداب الاستئذان. تعال يا عبد المحسن، تعال يا سعود، أنا أريد قراءة بلا خطأ. اللي هيقرأ بلا خطأ هنا جوائز قيمة، أحلى شوكولاتاية للي بيقرأ ممتاز. نسمع عبد المحسن. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في التلوين، لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر، فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون أذن منه. احتاج حازم من اللون الأخضر إلى اللون الأخضر فلم يجده، فرآه في يد بدر فغضب منه. علّي صوتك شوي. فغضب منه تاني كده. فغضب منه وأخبر المعلم بذلك. ممتاز، قراءة رائعة، خذ جائزة. نسمع سعود، شيل الكمامة عشان نسمع. تفضل يا بطل، اقترب هنا شوية وعاوز صوت عالي. تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في تلوين، لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر، فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون أن منه. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده، فرعاه في يد بدر فغضب منه وأخبر المعلم بذلك. رائع، تستحق جائزة، اختر لك جائزة. تركي وعمار سعد، خلاص عمار لا تأتي، تأكل في الحصة بدون إذن، روح. تفضل، تعال عمار ياسر، تفضل. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في التلوين، لكن لم يجد القلم الأخضر، فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده، فرآه في يد بدر فغضب منه وأخبر المعلم بذلك. تستحق جائزة أيها الرائع. عمار تفضل. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في التلوين، لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر. قرب المايك. فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. تمام، إحنا قلت كلامك صح. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده، فرآه في يد بدر غضب منه وأخبر المعلم بذلك. تستحق جائزة أيها الرائع. تعال يا خالد، تفضل. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في التلوين، لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر، فمد يده إلى علبة الألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده، فرآه في يد بدر فغضب منه وأخبر المعلم بذلك. بارك الله فيك، تستحق جائزة. تفضل يا عمار. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في تلوين. ما سمعت؟ في
في التلوين لكن بدر لم يجد القلم الأخضر فمد يده إلى علبة سلمان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده فرآه بيد بدر فغضب منه وأخذ. ما سمعت هذه؟ تستحق جائزة. تفضل يا علي. كلها يقرأ. عجب طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في تلوين تمام. بدأ استنى. لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. احتاج حازم اللون الأخضر فلم يجده ورآه في يد بدر فغضب منه وأخبر المعلم بذلك. أحسن، بارك الله فيه. تعال يا سالم. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ بيع التلوين لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر مد يده إلى علبة الواني حازم وأخذ اللون الأخضر. كفى ممتاز. خذ الجائزة. ثواني. تعال يا عبد الرحمن. بقول تعال يا عبد الرحمن. انت اسمك عبد الرحمن؟ حاضر، ما يخلص. تفضل ابدأ على طول من هنا. يلا. بس يا مراد. يلا يا عبد الرحمن. طلب المعلم من التلاميذ هذه بتلوين بعض الرسومات. خلي صوتك شوي. بدأ التلاميذ في التلوين لكن بدر لم يجد القلم الأخضر. بارك الله فيك. خذ اثنين. تعال يا رياض. حاضر، كله يشال. خلاص حطه. عاوز تبدل خذ اثنين وحط دي. يلا تفضل يا رياض. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في تلوين في
كفى كفى. تعال يا مراد خد اثنين. تعال يا مراد تعال يا مراد. نحكاية بقى فضلهم دول واللي عاوز يبدل يبدل. تفضل يا مراد تعال هنا قرب يلا اقرا هذه. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض رسم ما. بدأ التلاميذ في التلوين بكل بدر لم يجد قلما اخضر فمد يده الى غرفة الالوان حازم واخذ اللون الاخضر دون ان اذن منه. ممتاز بارك الله فيك. خذ جائزة خذ كمان واحد. تعال يا احمد. ايه يا علي ايه يا علي مش قرات خلاص بقى هو غير. خد يا عبد الرحمن غير. تعال يا احمد وانا ابدا من الاول هنا. طلب اجلس يا عبد الرحمن اجلس يا مراد. طلب المعلم من التلاميذ من التلاميذ تل يوم تل و اكسر تل 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 تلوين هذه انا عاوز الكلمه دي الحل. هذه الكلمه الحل الباء مع العين. بحضي الرهمات لا افتح كله بدرات. انت اتهرج لو ما ركزت والله ما انت واخد شيء. اقرا زي خلاص يا خالد بقى مع حكاية. خلاص اجلس. لا خلاص خلاص اجلس يلا تفضل يا احمد. بدرا طيب تعال بس اقول لك انزل الحرف كده يلا ما هذا الحرف؟ باد ما هذا الحرف؟ ألف. طب ليش تقول راء؟ اقرأ الثاني. بدا اقرأ هذا الحرف لحاله. طيب قولها الثاني بقى. بدأ أيوة هذه شمسية. التلاميذ في برضو شمسية. التلوين لكن مش هدل بدرا تنوين فتح بدرا. كفاية عليك يلا اجلس. تعال يا سلطان خذ لك جائزة اللي واحدة بس واحدة بس. ايوه يلا لا ما ينفع قلت لا واحدة بس. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ التلاميذ في التلوين لكن خلاص كفى عليك شكرا يا بطل خذ جائزة.